تيرو لمصر إلهام شاهين تحكي على الأعمال الجريئة ودور الدين وتدخل الدين في الفن الإكستري. حاضر نمشي ونسمعه مدام إلهام شاهين. شو سبب تراجع المشاهد الجريئة؟ هو تراجع في المجتمع كله مش في السينما، لأنه أنت في السبعينات والثمانينات ما كنتيش بتلاقي واحدة محجبة في الشارع، يعني نشوف كل الحفلات القديمة والحاجات الأبيض واسود، مثلا أفلام الأبيض واسود كلها ما فيهاش ولا نجمة محجبة. صح خالص. الحفلات، شوف حفلات أم كلثوم والناس كلها بشعرها، تشوفي حتى صور الشيوخ، مثلا شيوخ الأزهر والشيوخ المهمة، مثلا صور عائلتهم، يعني صورة دي الشيخ مع زوجته مع بناته ما تلاقيهمش محجبات، وكانش فيه هذا المد الديني والفكر الوهابي اللي بدأ يدخل ويسيطر إلى حد كبير. كانش في حاجة اسمها نقاب، كناش سمعنا عليه ولا شفناه في أي مكان، فهو المجتمع نفسه تغير، وبالتالي السينما مرآة للواقع، فالسينما كمان اتغيرت. حكيت على التأخر، حكيت على وربطته بالحجاب، وربطته بالمد الوهابي، وقالت هكا ركزت، قالت صور قبل ما كانتش فيهم ناس ونساء لابسة الحجاب، حفلتهم كلثوم ما عادش قالت ماتش في الكورة ولا ليه، ولكن الأفلام القديمة كذا ما كانش فما الحجاب، دونك ربطت ما يصير بالتأخر، وصفته بالتأخر وربطته بالمد الوهابي. إلهام شاهين الأعداد خبيرة الفن 7 موافقة. موافقة جزء من كلامها اللي هو صحيح، في القبل ما كانش فما في الأفلام نساء محجبات، مثلا في الأفلام المصرية كانت دادة تلقاها لابسة بالحق، بالحق كانوا ياسر منفتحين في اللبس حتى أمهاتنا، أما فاش ما نوافقهاش ماهوش تأخر، معناه ما نعتبروش تأخر، إذا اليوم فما مرأة محجبة ما نعتبروش تأخر، اليوم فما يمكن وعي أكثر، فما ناس انفتحت على الدين أكثر، مش معناه ولينا مكبوتين ومسكرين. وانتي كما قالت هي الفيلم ينقل الواقع وينقل المجتمع، اليوم حبيت ولا كرهت، اليوم فما مرأة محجبة، دونك سي توتا في نورمال انك في الافلام نتاعك باش تنقل الواقع نتاعك تحط امرأة محجبة. فنان، الفنان يقول لك اللي تو احنا نعيشوا في عصر تطرف بامتياز، قبل ما كانش مع امرأة محجبة وكان فما البار والجامعة ومشي وين تحب انتي، فهمتني؟ توالي اما تقى محجبة ولا نقاب، فهمتني؟ ولا تقى بدون هدوم، فهمتني؟ يعني احنا نعيشوا في فما المحجبة والمنقبة والعادية والمستورة. لا لا لا، العادية مش ظاهرة بالكل، لا موجود موجود الميديوم موجود، الميديوم لا في لا كل لا المؤسسات، لا يهديك موجود في تونس وفي الشارع وفي الشارع في العالم العربي، ليه ما تدوش قولوا في نمبورت كوش، وش يدور لك وسائل الاعلام؟ يدور لك المحجبة واللي بدون هدوم. هي تحكي على المجتمع، هي تحكي على المجتمع، والمجتمع عملت بروجيكسيون على واقع الاعمال. انتوكا رفيق توانتي قطعتني، انتوكا تحبوا الا تكره، الفن بصفه عامه يظل دائما مرآة المجتمع، يفا رفلتي اش فما في المجتمع، سينما ولا تياترو ولا بانتور ولا موسيقى، يفا رفلتي الشيء اللي صاير في المجتمع. توا شنو اللي صاير؟ سكو نعيشوا في تبديل كامل للخريطه الجيوسياسيه والمناخيه في كل دقيقه، معناتها سي نورمال باش تقعك الانتفاضات هذيك الفنيه، معروف. ما نعرفش علاش قلت احنا نعيشوا توا، شو الجمله اللي استعملتها انت من الاول؟ قلت نعيشوا في تطرف. تطرف بس في علاقة بالحجاب تعتبره تطرف؟ في علاقة بكل التصرف. لا لا، الحجاب معناه تعتبره تطرف يا اخي؟ مش تطرف، ما نعتبروش تطرف، اما يا اما تلقى امام يحكي لك على الحجاب والنقاب وعذاب القبر، هذا الموجود تو في الانترنت كله، ليه الربط؟ والا تلقى من غادي مقديد غلط، شنو يحكي لك حجاب وعذاب القبر؟ علاش وين تمشي وريني؟ يعني ثم امام سبيسياليزي حجاب وعذاب قبر، هذاكم الخطب نتاعو اللي يحكي فيهم، ليه يحكيوا على كل شيء؟ فما تطرف موجود، انك توصف في المرحلة كلها بتطرف، نحكي على العالم العربي مش كان على على تونس. أنا كمواطن رفيق اش قاعد نشوف، اش قاعد نسمع؟ نحن سامحني تو فنانة هذي صح التعبير، وصلنا المرحلة عباد ما عادش تحشم، وصلنا المرحلة لا والله لا نحكي بجدك، وصلنا المرحلة امرأة متحجبة وتحفظ القرآن. شو سوني إلهام شاهين زعما نفجعوا احنا في بالك محسوب كيما لا تريتها في الايام قرطاس السينمائية، وزمك ترى كيفاش تهين في الليفان بتاع ولينا امرأة متحجبة تحفظ القرآن، ولا بو يهز بنته ولا ولده الكتاب، ولا انا اللي ترى مش نورمال وقضيت له على طفولته كذا، اقسم بالله نحن ولينا في عصر الحرام عادي،
هذيك المشكلة، الحرام ولا عادي، ويجيك فنان ونقيد وش فيها، وعلش ليه يا أخي ما عندهمش الحق يعملوا فيلم؟ أخي الحرام عادي مش تترف ولا ماكش تفهم فيش قاعد أقول يا خليك كامل معسك ولينا الحرام عادي يا أخي شفيها، علش ليه ما نعملوش برسوناج في أفلامنا مرأة تعرف ربي وناشحة وكذا، والأمريكان يحترموا المرأة المتحجبة، فرنسا وكله صارت بوليميك وخرجوا عباد وميلانشون يدافع على المرأة المتحجبة كل، نحن خويا لا عنا لا الدين ولينا وكل شيء ونتبعوا حاجة ولينا ماستين أبعد درجة، تولي مربط هكا متخلف راك يا زياد، احنا كي نحكي هكا ماليو متخلفين. نحب نقول لك برافو برافو زيدون برافو برافو يا ودي والله يا رفيق نحب نتسيب راهو انا تصورش بعد كلامك هذا لا يقص برا عدي فاصل نعود بعد الفاصل خير الفاصل نعود بعد الفاصل